أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. ميليشيا الحوثي تنهب أموال التجار بحجة أنها جديدة. الحوثيون يقتلون واحدا من أبرز الأكاديميين اليمنيين. ومن أخبارنا العالمية، السجن 5 سنوات لمن يحاول تهريب قرد مهدد بالانقراض في أندونيسيا. الحديث عن السلام في الحديدة مستمر، والمعركة أيضا مستمرة، وهجمات الميليشيا لا تتوقف. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، إصابة 4 نساء وطفل بقصف للحوثيين في التحيتة جنوب الحديدة. ونقل المصدر أونلاين عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية قوله أن 4 نساء والطفل أصيبوا بقصف شنه المسلحون الحوثيون على حي سكني في مديرية التحيتة جنوب الحديدة. أوضح المركز أن قذائف الهاون التي أطلقها المسلحون الحوثيون سقطت على منزل أحد المواطنين، ما تسبب بإصابة النساء والأطفال. ويشن الحوثيون قصفا مكثفا على مواقع القوات الحكومية والقرى والمدن في الساحل الغربي، في خروقات متكررة لاتفاق السويد الذي قضى بوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي. تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية منع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية في صنعاء ومناطق سيطرتها، وعنون موقع الصحوانت: ميليشيا الحوثي تنهب أموال التجار بذريعة منع التعامل بالفئات الجديدة من العملة. وألزمت ميليشيا الحوثي الغرفة التجارية في صنعاء وعبرها التجار والمواطنين والقطاع المصرفي، ألزمتهم بمنع التعامل بالفئات النقدية 100 و200 و500 و1000 بطبعاتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وكانت ميليشيا الحوثي قد نهبت الملايين من أموال التجار والمواطنين خلال الفترة الماضية بحجة أنها عملة جديدة غير قابلة للتداول، فيما تعيد تدويرها عبر سماسرة إلى فئات قديمة وتستثمرها لصالح مجهودها الحربي. هذه معركتنا نحن اليمنيين، نحن اليمنيون، تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله في الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء من المقال: معركتنا ضد الحوثيين لم تبدأ في 26 مارس 2015 كما يتم الترويج لذلك، بل قبل هذا التاريخ بكثير. يخوض اليمنيون معركة سياسية وعسكرية وفكرية طويلة جدا ضد سلالة عنصرية تريد الاستئثار بالحكم وامتلاك رقاب اليمنيين، وهذا ما يرفضه الناس. البدايات الأولى للمواجهة التاريخية بين سلالة جاءت من خارج اليمن تدعي الأحقية الإلهية في الحكم، واليمنيين الذين يطالبون فقط بحقي العدل والمساواة، وهما حقان إنسانيان مكفولان، حدثت منذ بداية ظهور جماعة الحوثي في محافظة صعدة باعتبارها امتدادا للنظام الإمامي الذي كان يحكم اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962. هي معركتنا نحن اليمنيين وليست معركة التحالف العربي فقط، ولأنها كذلك فستستمر بالشرعية أو من دونها. ومن الغباء الاعتقاد أن السلام سيتحقق في اليمن إذا توقفت العمليات الحربية للتحالف العربي الداعمة للحكومة الشرعية دون إنهاء الانقلاب، بل من الحماقة أن يعتقد البعض أن اليمنيين سيقبلون بسلطة الحوثي إذا حدث اتفاق ينهي الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران، فقد اتخذ اليمنيون قراراً حاسماً لا رجعة فيه في 60ات القرن المنصرم. لا سلطة للسلالة الكهنوتية التي تدعي أن الله فوضها لحكمهم حتى يوم القيامة، ولن يتخلى اليمنيون عن الحرية والمساواة باعتبارهما من المبادئ الوطنية الأساسية التي انتهجوها منذ ثورة 26 سبتمبر 1962. أياً كانت التحديات والنتائج، فإما وطن فيه الناس بلا استثناء متساوون في الحقوق والواجبات، لا سيد ولا مسود، وإما حرب حتى يوم القيامة. تخرج من واحدة من أفضل الجامعات في الصين،
وفي حفل تخرجه كان قد قرر العودة لخدمة بلاده التي تشهد حربا، لكن كل آماله انتهت أمس في أحد شوارع العاصمة صنعاء التي عاد لخدمتها، ويعنون موقع مارب بريس. في صنعاء الحوثيون يقتلون واحدا من أبرز الأكاديميين اليمنيين، حيث قالت مصادر محلية في صنعاء أن أكاديميا في جامعة الحديدة قتل يوم السبت 23 مارس 2019 برصاص ميليشيا الحوثي. وبحسب المصادر فإن الدكتور فهد سلم أستاذ الحاسوب بجامعة الحديدة قتل برصاص مسلحين حوثيين وسط العاصمة صنعاء، ولم تذكر المصادر الأسباب التي أدت إلى مقتل سلم، وما إذا كان اغتيالا مدبرا أم حادثا عرضيا. وكان أستاذ الحاسوب قد عاد إلى اليمن قبل أشهر من أرقى الجامعات الصينية بعد إكماله دراسة الدكتوراه في تخصص الحاسوب، حيث يعد واحدا من أبرز الأكاديميين اليمنيين البارزين في مجال الحاسوب. كانت محادثات السلام في ستوكهولم في ديسمبر 2018 بداية لما ثبت أنه عملية طويلة وصعبة في محاولة إيجاد حل وسط بين المسلحين الحوثيين والحكومة اليمنية. وعنون موقع يمن مونيتور: الفشل يطارد اتفاق ستوكهولم، والسلام في اليمن بعيد المنال. ويقول الموقع: في العادة ما تنتهي محادثات سلام ويتم الاتفاق حتى تبدأ معركة جديدة طوال التاريخ اليمني الحديث المليء بالحروب. واجه مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمم المتحدة هذه المخاوف بينما كان يعمل لإحضار الأطراف إلى الطاولة. كان الحوثيون قد انسحبوا سابقا من محادثات السلام في سبتمبر 2018، ولإنجاح مشاورات ديسمبر رتب جريفيث لـ50 مقاتلا من الحوثيين للسفر إلى عمان لتلقي العلاج. وقال كاتبان أجنبيان أن هناك علامات متزايدة على أن الحوثيين لن يتخلوا عن الحديدة، مما سيؤدي على الأرجح إلى موجة جديدة من العنف تهدد وسائل الإعلام الحوثية مرة أخرى الرياض وأبو ظبي بضربات الصواريخ الباليستية. بعد 4 سنوات من التدخل العسكري، الحكومة والتحالف علاقة ملتبسة. تحت هذا العنوان كتب شاكر أحمد خالد مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا فيه: رغم تصاعد الدعوات المطالبة بتصحيح العلاقة بين الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، لا تزال هذه العلاقة ماضية في طريقها الملتبس والمدمر. 4 سنوات مضت من التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، ظلت خلالها الحكومة الشرعية لا تعدو كونها سوى واجهة شكلية لتعميق جراح اليمنيين وتدمير بنيتهم التحتية واستغلال ثرواتهم وموانئهم الاستراتيجية. عادة ما توصف الشرعية بأنها هشة وتتعرض للتآكل المستمر في مناطق سيطرتها الشكلية، ولم تنكسر ميليشيا الحوثي خلال سنوات الحرب، بل ظلت محتفظة بسيطرتها على مناطق الكثافة السكانية وأهمها العاصمة صنعاء. خلال السنوات الفائتة راكمت ميليشيات الحوثي خبراتها وتجاربها في الحرب، وطورت أسلحة استراتيجية قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الدول الإقليمية. وحدهم المدنيون من دفعوا ولا يزالون ثمنا باهظا للحرب. تصاعدت فاتورة القتلى والجرحى والمشردين في ظل أوضاع إنسانية مزرية، ولا يكترث المجتمع الدولي لهذه المأساة، فثمة أجندة مختلفة دخلت على ملف اليمن المعقد، لكن أسوأ هذه الأجندات هي مشروع الإمارات. ولا شك أن دخول السنة الخامسة على التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن قد أضحى في واجهة النقد الكبير للناشطين والمتابعين، وتبدو الحكومة الشرعية هي الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، حيث تعاني من التآكل المستمر في مناطق يفترض أنها خاضعة لسيطرتها. في المقابل تبدو ميليشيا الحوثي في عنفوان مقاومتها، ولم تتوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية إلى عمق الأراضي السعودية. الأسبوع الماضي هددت الميليشيا بضرب أهداف عسكرية في السعودية والإمارات، معلنة عن إنتاج صواريخ باليستية محلية الصنع. ومن المؤكد أن مثل هذه التهديدات لن تجد صدى لدى التحالف، فقد حدد أطماعه قبل أهدافه المعلنة التي أطلقها قبل 4 سنوات. تعنون صحيفة ميدل إيست آي حول الشأن اليمني: محاصيل الحديدة صالحة للأكل، والآلاف سينجون من الموت جوعا. تقول الصحيفة إن الوصول إلى الحبوب الحيوية المخزنة في الحديدة كان مستحيلا في البداية ثم تعفنت، لكن الأمم المتحدة أكدت أنها أصبحت صالحة للأكل ليمتد بذلك شريان الحياة لليمنيين الذين يموتون جوعا. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد فشل في الوصول إلى صوامع الغلال الموجودة داخل المدينة المرفئية بداية من سبتمبر وحتى فبراير، وذلك في ظل اقتراب 8 مليون يمني من حافة المجاعة. بمجرد نجاح الوكالة في الوصول إلى الصوامع ارتفعت الآمال في الإفراج عن 51 ألف طن من القمح الجاهز
ليستهلكه مواطنو الحديدة الذين يتضورون جوعاً. التقارير انتشرت سريعاً بأن القمح الذي يشكل ربع مخزون برنامج الأغذية العالمي داخل البلاد أصابه السوس وتعفن، وتضحت صحة تلك التقارير بعد إجراء الاختبارات، لكن كمية كبيرة من القمح كانت صالحة. أحد المتحدثين باسم الوكالة رفض ذكر اسمه، قال إن برنامج الغذاء العالمي أجرى تقييماً كاملاً لوضع القمح، وأكدت الاختبارات المعملية إصابته بالحشرات ما أدى إلى تجويف بعض الحبوب، لذا يجب تدخين القمح قبل طحنه، ونتوقع انخفاض محصول الدقيق قليلاً عن المعتاد نتيجة الحبوب المجوفة التي ستتم غربلتها أثناء عملية الطحن. الطبقة الوسطى رهان المجتمعات ورهان القرن، تحت هذا العنوان كتب بير لوي ريمون مقاله المنشور في القدس العربي. مطلع 2011 كتب الدكتور وحيد عبد الحميد: الواضح أن الطبقة الوسطى في مصر الآن ليست طبقة لذاتها، بمعنى أنها لا تعي ذاتها الكلية وما يقترن بها من مصلحة عامة. والتفسير واضح، المشكلة الأكبر هي أنها لا تبدو حتى طبقة في ذاتها في معظم الأحيان، بل تكاد أن تتحول إلى فئات مبعثرة يتفاوت الوعي في داخل كل منها بدوره في اللحظة الراهنة. السؤال واحد: أين أنتم من التحول على المدى البعيد؟ وتفاوت الوعي في داخل كل من هذه الفئات المبعثرة إنما هو مقياس الحرارة ذاته الذي تحتاجه شعوب العالم لتدرك أن لا شيء يمكن أن يتم لها من دون أن يولد من رحمها. نتفق مع توصيف ينطلق من مبدأ أن على الطبقة الوسطى أن تتجاوز أزمتها وتعي مصلحتها الكلية وتقوم بدورها، ولا يمكن أن يكون هذا التشخيص محصورا في المشهد المصري، فهو لصيق بالطبقة الوسطى ككل في كل دول العالم. لكننا في المقابل نختلف فيما يلي: ربما يجوز القول إن الشرط الذاتي لفاعلية دور الطبقة الوسطى حين يسمح الظرف الموضوعي العام بذلك كما حدث في لحظة الانتخابات الرئاسية. لا يمكن للطبقة الوسطى أن تنتظر الظرف الموضوعي العام حتى تعد العدة لخوض استحقاقات تتجاوز الطابع الانتخابي من بعيد. تواجه الطبقة الوسطى في الوقت الراهن أكبر تحدياتها، وهو قيادة الثورة الفكرية القادرة على تثبيت دعائم الديمقراطية الحديثة، فإن لم تستعد لها لن تخفق في أداء دورها فحسب، بل لن يعد أي تحول يدعوه البعض ديمقراطيا كونه تحولا سطحيا والأيام بيننا. ألقت السلطات الأندونيسية القبض على رجل روسي في جزيرة بالي كما جاء في الشرق الأوسط للاشتباه بمحاولته تهريب قرد أورانغوتان المعروف بإنسان الغاب إلى خارج البلاد. القرد البالغ من العمر عامين عثر عليه مخدرا داخل سلة من القش عندما تم إيقاف أندري تشيستوكاف في مطار في بالي. وأشار التقرير إلى أن تشيستوكاف أخبر المسؤولين بأنه حصل على موافقة أخذ إنسان الغاب من صديق له قام بشرائه مقابل 3000 دولار. وقرد الأورانغوتان يعتبر من أنواع الحيوانات المحمية، حيث يمكن أن تتسبب محاولة تهريبه بعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجن. وأفاد ديو ديلانتا من مكتب الحجر الصحي في المطار بأنه عثر داخل حقيبة الرجل الروسي أيضا على بعض الحقن والأدوية المخدرة، كما تم العثور على 5 سحالي بحوزته. في الأخبار الفنية الأكثر رواجاً اليوم جاء في البي بي سي، حيث أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية المطربة شيرين عبد الوهاب عن العمل داخل مصر بحسب ما جاء في موقع الشبكة، وذلك بعد تقدم محامي ببلاغ ضدها متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة. وقال بيان للنقابة أن التحقيق سيشمل تصريحات منسوبة إليها تضر الأمن القومي المصري. أما السبب فقد نقلت صحف ووسائل إعلام محلية عن المطربة شيرين قولها خلال حفلة لها في البحرين: الآن تستطيع الكلام، حيث أن من يتحدث داخل مصر قد يكون مصيره السجن، وهو ما أنكرته المطربة واعتبرته أقوال مقطوعة من سياقها. تمثل شيرين عبد الوهاب أمام لجنة التحقيق الخاصة بنقابة المهن الموسيقية الأربعاء القادم، ولن يسمح لها بصعود أي منصة للغناء داخل مصر حتى تصدر اللجنة قرارها بشأن البلاغات التي تم التقدم بها للنقابة وردود الأفعال التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شيرين عبد الوهاب للمساءلة بسبب دعابة أمام الجماهير، وفتحت النيابة العامة في يناير الماضي تحقيقا مع المطربة بعد بلاغ مشابه، بعد أن قالت في حفل غنائي أنها خسارة في البلد.
قدم ساكن البيت الأبيض سلسلة هدايا إلى الاحتلال الإسرائيلي بدءا من إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مرورا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وصولا إلى ضرورة الاعتراف العالم بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر منتظر منه، هذا ما كتبه بيير عقيقي في العرب الجديد. لم يفعل ترامب شيئا سوى استغلال حالة التراخي العربية من جهة وضعفها من جهة أخرى ليفعل ما جاء ليفعله أساسا. الأسوأ أننا ننتظر انتفاضة أوروبية أو روسية أو صينية لمنع تكريس السيادة الإسرائيلية على الجولان. هزلت. ماذا فعل هؤلاء في موضوع فلسطين؟ لا شيء. بالتالي لن يكون في وسعهم فعل شيء في الجولان أو غيره. هل تعتقدون أن بيتين من الشعر وقصيدة تنتهي بألحان جميلة قادرة على تحرير فلسطين أو الجولان أو جنوب لبنان؟ هل تظنون أن نشر صور لجندي إسرائيلي في وضع غبي أو عربة عسكرية إسرائيلية تهرب من مواجهة في الضفة ستحرر فلسطين وغيرها؟ إذا كنتم تعتقدون هذا فأبشروا أن الآتي أعظم، وأن أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة جمهورياً أكان ديمقراطياً سيتابع ما يفعله ترامب. قد يختلف الأمريكيون في كل شيء إلا على دعم الإسرائيليين، لكننا نريد تجاهل هذه الحقيقة دوما والاستعاضة عنها بتأملات بشأن إمكانية كسب الأمريكي إلى جانبنا. الأمريكيون رجال أعمال يستثمرون في المكان المربح بالنسبة إليهم، والإسرائيليون يقدمون تأمينات مربحة على هذا الاستثمار. انتظروا قليلا وستجدون أن لا أحد سيفعل شيئا في مسألة الجولان، وأن المسار الأمريكي الإسرائيلي سيواصل كسره كل القواعد الوهمية. فحرب 1967 ليست تفصيلاً بل هي مرتكز لديمومة الكيان الإسرائيلي، أما نحن فلنتمسك بقصيدة أو بيتين من الشعر. من شبكة البي بي سي أيضاً نعرض صور لتشيع ضحايا هجوم مسجدي نيوزيلندا بعد أسبوع من الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصاً في مدينة كرايستشيرتش، وتظهر الصور تضامن واسع مع المسلمين في نيوزيلندا. نتابع. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. في الغد حلقة جديدة في أمان الله.